بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا معنا النهاردة نشرح كيف نحافظ على التفكير الإيجابي. وجدوا أن الجهاز المناعي ناتشر كيلر، كلها أسماء خلايا دفاعية في الدفاع الأول ضد الميكرو أورجانيزم أو الجراثيم، التشي سيلز والبي سيلز، كلها خلايا بتتأثر عددها بالفكر السلبي. أي إنسان يدخل في ستريس، في ضغوط نفسية، تلاقي أن بعد فترة يظهر عليه مرض، ممكن مرض جلدي، ممكن كحة، ممكن أي شيء الجزء الضعيف فيه بيظهر عليه المرض. فإذا الفكر السلبي أثر على الجهاز المناعي. الفكر السلبي أيضا بجهاز على الهرمونات، توازن الهرمونات، يبتدي في اضطراب في الهرمون بسبب الفكر السلبي. وجدوا أن الفكر السلبي سبحان الله بيساعد على نمو السرطان، يعني كأن مثلا مزرعة رائعة جدا للسرطان. لأن إيه؟ الشخص بيفكر فكر سلبي، مخه كله ممكن في الماضي، شيء في الماضي حدث له وهو عايش في الماضي، يبتدي بقى كل السلبيات، يطلع هرمون الادرينالين، ويبتدي هو الجهاز المناعي يتاثر وغيره وغيره، يبتدي الخلايا السرطانيه تنتشر في 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 البيئه المناسبه لها. هذه البيئه المناسبه لها هو الفكر السلبي. غير ادراكك، تغير حياتك، تغير مصيرك. ركز على هدفك. وسهل قوي انه سبحان الله نجيب تجربه في الماضي، تجربه ايجابيه في الماضي، وعيش فيها في الحاضر. اظن ده ربنا سبحانه وتعالى اعطانا يعني شيء اكثر من رائع. انه في انفسكم افلا تبصرون، ويقول عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ممكن جدا الشخص يعيش في الماضي، يجيب منها تجربة، هو في الكعبة الشريفة، هو بيطوف، وهو أسعد يوم في حياته، ويعيش فيها ويشعر بالأحاسيس، وما شاء الله يستشعر كأنها تحدث الآن. والعكس صحيح، يعيش في الماضي ومات له شخص ويعيش كل ويستشعر كل المشاعر السلبية وكأنها تحدث الآن. يبقى خلاص، يبقى إذا ده اختيارك، قررت أنت قبطان السفينة، أنك تختار من الماضي السلب أو الإيجاب. اخر تجربه شلنا السلبي حطينا مكانه الايجابي، يبقى هو مش فاكر غير الايجابي واتلغى السلبي. فان شاء الله نعملها عملي رائع جدا، ممكن تغير استراتيجيه الواقعه دي اللي حدثت، وتغير مكانها وتغير الالوان وتلعب سبحان الله بعلم البرمجه العصبيه اللغويه، وتقول لا اله الا الله. نيجي نقول لك طب افتح الفايل ده تاني، فكر في التجربه السلبيه، تقول مش فاكر ولا حاجه. دلوقتي هنتكلم عن العقل اللاواعي. العقل اللاواعي والعقل الواعي شيء عظيم جدا ربنا سبحانه وتعالى خلقه فينا. انت عارف يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ العقل الواعي هو ده اللي بتاخد بيه القرار، واتمنى انك ما تاخدش قرار الا ما تنتظر العقل اللاواعي يفتح لك ابواب ويفتح لك اشياء. ليه؟ لان العقل الواعي بيستوعب فقط 7 زائد أو ناقص 2 من المعلومه. اما العقل اللاواعي بيستوعب 2 مليار معلومه في الثانيه، الاثنين في الثانيه، يعني 7 زائد أو ناقص 2 في الثانيه معلومه في الثانيه، والعقل اللاواعي 2 مليار معلومه في الثانيه. فاذا ما شاء الله يعني مدارك العقل اللاواعي اكبر بكثير من العقل الواعي. فلما تيجي تاخد قرار دايما بيقول اكسبريشن كده بيقولوها بالانجلش على سليب اون ات. يعني ايه على سليب اون ات؟ يعني سيبني شويه افكر وارد عليك. انا بطلب منك تاخد قرار، تقولي لا، اديني فرصه ان انا انام واصحى وعلى سليب اون ات وافكر واقول لك القرار. دي سبحان الله ده سلوك بيعملوه، لك احنا بالنسبه لنا الاستخاره، بالنسبه لنا طبعا مخابه من استخار او ندم من استشار. فاذا علينا الاستخاره، بنصلي ركعتين وبتجي ممكن في رؤيه، في اشاره ان القرار ده سليم او غير سليم. اللي بيحدث العقل اللاواعي بيساعدك على اخذ القرار السليم. العقل اللاواعي بيفتح لك 2 مليار معلومه في الثانيه. يعني ممكن انت بتقول ايه، انا هشتري شقه دي رائعه وكل حاجه خلاص عجباني، ده بالعقل اللاواعي. يبتدي بعد شويه تنام، تصحى، تاخد وقت، يبتدي عقلك يقول لك لا، ده شقه دي فيها عيب كذا وكذا وكذا، خد بالك ده الشمس ما بتدخلش، خد بالك ده جارك كذا، يبتدي امور اخرى تظهر لك ما كانتش ظاهره بالعقل اللاواعي. فإذا سبحان الله العقل اللاواعي ده كنز. العقل اللاواعي ده صديقك. صديقك في إيه؟ صديق بيساعدك على أخذ القرار، ده من ناحية. صديقك في يعني نوع يديك نوع من الحكمة في سلوكياتك. قررت كذا ممكن يقودك، يقول لك لا، لو حاولت هنا في الوقت ده أحسن لك.
سبحان الله تلاقي لو انت سايق كذا حاولت كده من غير ما تعرف واخطأت، هو ما اخطأتش، هو الحقيقة العقل اللاواعي هو اللي انقذك سبحان الله في الوقت المناسب. فرمل ممكن كنت نايم سبحان الله، نايم فرمل انقذت نفسك، هي مش انت، الله سبحانه وتعالى جعل العقل اللاواعي تلقائي. وفي نفس الوقت العقل اللاواعي هو اللي بيخزن العادات الطيبة والعادات السيئة، بحيث الشخص اللي هو بيعتقد ان هو حليم وهادئ وكل شيء، لكن ها في وسط العربيات هي امراه سايقه مثلا ورائعه جدا ولابسه اشيك حاجه والعربيه اغلى عربيه، ولكن في حادثه في متصادم مع غيرها تنزل تشتم وتلعن غيرها من هي المفروض ان هي بتحافظ على مكانتها، ولكن للاسف الشديد عقل لاواعي تلقائي فضحها، لأن التلقائية أقوى منها. لسانها ده يكب الناس على وجوه إلى حصائد ألسنتهم، يبقى لسانها لأنها دربته على الشيء السيء على الألفاظ البذيئة خرجت أرادت أم لم تريد. فياريت نبقى نجعل التلقائية أكثر من رائعة، دايما بنعلم كل حوالينا يا رب اجعل تلقائيتك أكثر من رائعة، ما تنتظرش انك انت يكونترول وتعمل تسيطر على التلقائيه، تقول لا انا همثل قدام الناس كويس قوي وانا اكثر من رائع امام الناس وبعرف ازاي اسيطر، لا هتيجي لحظه مش هيحدث، التلقائيه هتخرج وهنعرف من انت. كل ده من المسؤول عنه هو العقل اللاواعي. اما العقل الواعي هو اللي بيبرمج، فلازم اراقب بقى زي ما قلنا، بقول الشيء وبكرره، بتوصل مسج للاواعي تتخزن تصبح برمجه راسخه، فانا علي ان انا اراقب تماما حتى السلف توك زي ما قلنا حديث النفس، اراقب كل كلمه كل لفظ الا لديه رقيب عتيد، لان الكلمه دي هنشوف انها برمجه مش كلمه. ومن هنا ان شاء الله ربنا يقودك الى الطريق المستقيم والى الجنه باذن الله.